كذلك أدان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر حادث باريس البشع، موضحا أنه حان الأوان لتعاون العالم كله لمواجهة الوحش المسعور الذي طالما حذرت منه مصر وشعبها ورؤسائها ودفعت من أبنائها في سبيل التصدي له. بينما أكد شوقي علام مفتي الديار المصرية في بيان له استنكاره الشديد لتلك العمليات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء، مشددا على أن المسلمين يعتبرون تلك الأعمال الإرهابية عملا إجراميا يستحق أغلظ العقوبات في الدنيا والآخرة، مشيرا إلى ضرورة التضامن الدولي لمواجهة الإرهاب.